الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا رسول رب العالمين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صابرا محتسبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد عباد الله، ها نحن والحمد لله نؤدي هذه السنة المؤكدة، وفي هذا اليوم الحرام في هذا العيد المبارك الذي أوجب الله فيه الأكل وحرم فيه الصيام، هذه أيام العشر وهذا ختامها، وهذا الشهر الحرام الذي هو ختام العام شهر ذي الحجة، والذي يؤدي المسلمون فيه الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الكوثر عباد الله، هذا الخير فيه الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من بشير النذير والسراج المنير، فجعل الأمة الإسلامية والحمد لله ترفل في هذا الكوثر في هذا الخير الذي لا ينقص البحر الذي لا ينقص منه شيء الحمد لله، بل في زيادة. يجب على المسلمين أن يستشعروا هذه الخيرات وأن يحملوا ربهم أن هداهم لهذا الدين وأن جعلهم مسلمين. والله إلا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا خائنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الصلاة عباد الله، عماد الدين وشعار الموحدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إنه ركن الوحيد
الذي فرض من فوق سبع سماوات لم يوصف فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل نعرف عباد الله قيمة هذه الصلوات التي أمرنا بها مكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى نحضر المساجد ونحضر مجالس العلم لننال من ربنا الخيرات والنفحات يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن بيوتي في أرض المساجد وإن زواري فيها عمار فطوبى لمن تظهر في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزور أن يكرم زائره عليكم بهذه الصلوات عباد الله خصوصا في هذا العصر في هذه الفتن التي تصبك المطر ولقد حثنا صلى الله عليه وسلم فقال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادروها بالاعمال الصالحه اياكم ان تستعبدوا بها احتاج اياكم اشغالكم عما امركم الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لربك كل شيء يعمله المسلم يقصد به وجه ربه عز وجل وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر إن شاء الله ومن أراد بذلك غير الله فمثل العمل فصل لربك وانحر هذا عيد عباد الله نصلي فيه بعد الصلاه نقبل على ضحايانا لنذبحها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هذا ما ينال التقوى منا امتثال اوامره واجتناب نواهيه ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها تكبر الله علما ولعلكم لقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكرشين أملحين أقرنين فذبحهما بيده والسماء كبر كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه والأحاديث في الحج لكنه لا يجد في شيء من ذلك عوى ولا مريضة ولا عشاء مين ولا عمى ولا عشاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله الله أكبر الله أكبر عباد الله عليكم بالأعمال الصالحة فإن الدنيا ساعة فنجعلها طاعة. أسأل الله أن يوفقنا لمنه وكرمه كما يحبه ويرضاه. آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله
أحمده بجميع نعمه كلها ما عدوت منها وما منها على جميع نعمه كلها ما عدوت منها وما منها عدد خلقه كله ما علمت منهم وما لم أعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد عباد الله، بماذا تختم هذه السورة الكريمة سورة الكوثر؟ سورة الخير الكثير الذي نذهب فيه ونديه، ومنها حوضه صلى الله عليه وسلم الذي تجده أمته لا يطمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. ماذا عباد الله ينبغي ويجب علينا؟ تعظيم باب الله. أنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك دارك. ما أكثر الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمله إلا وقاه المصطفى عبده نبيه المختار والمرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل. هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته ويقولونه بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. ما سبب نزول ان شانئك هو المتاب؟ احد المشركين العاص بوائل لعنه الله تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنادق قريش ينظرون، فلما انفصل وجاءهم العاص قالوا بمن كنت؟ قال كنت مع ذلك الأبدان، يعني بذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم. على أنهما مات أبناؤهم، مات ابن القاسم عبد الله الطاهر، ولم يعلم عدو الله بأن الأمة كلها أبناؤه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي وماله وولده والناس اجمعين. احد المسلمين تعجب وقال: ما رايت مثل محمد ميت في قبره ويشوش الملايين أو الملايير من الناس. نعم
وهكذا والحمد لله لا يزال هذا الدين قائما، لا يضر من خالف اهله حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. بهذا بشرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله عباد الله. ان شانئك هو الابتغاء، اعوذ بالله، هو المقطوع الخير البركه. ابنه سيدنا عمر اسلم ربي، وابن ابنه سيدنا عبد الله بن عمر من عبادك، وهكذا هم الابتغاء، اعوذ بالله. قال تعالى: وتقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وهل ينفعك؟ ليت ليت وهل ينفع شيئا ليت. هكذا عباد الله، اقبلوا على محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسه سيرته وحب ال بيته، وادبوا اولادكم على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: ادبوا اولادكم على حب الله وحب رسوله وحب ال بيته وقراءه وقراءة القرآن. بهذا نسعى بعباد الله، ونكون متأخرين ومتحابين ومتزاورين وهكذا، حتى يشب الله علينا سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته وعفوه وإنعامه. عباد الله، اتق الله فيما أمر، له عمانها عنه وجده، اعلموا ان الدنيا دار ممر وان الاخره دار مقر، فتزودوا مما ملكوا لمقاتكم، استعدوا لحسابكم وعافكم على ربكم، واعلموا انكم غدا بين يدي الله موقون، وباعمالكم محاسبون، وعما فعلتم حق حق تسالون. فاعلموا الذين ظلموا اي منقلب أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة القدس، وثلث بالمؤمنين من جن العالم وإنس، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لكم وتعليما، وتشريف لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم وتفخيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على حبيبك ومصطفاك واميرك ومجتباك وسلم تسليما. اللهم ارض عن اربعه الخلفاء المميزين بالولاه والاستفاء ذوي القدر العالي والفخر جل ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارحم اصحاب العلم وارزاق الغالبين وعن التابعين وتابع احسان الى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تفرقنا ولا تفرقنا سالما معصوما، ولا تعنا بفنا ولا عدنا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم ابلغ حجاج بيتك الحرام ما املوا كلهم معين ونصيرا حيثما حلوا واقاموا او رحلوا، حتى تردهم الى اهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين، بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وجدك وتحول به بيننا وبين معاصيك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا الوارث منا وعسارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تجعلنا اصرارا كما حملته على الذين من قبل، ربنا ولا تحملنا
علمنا ما نطقنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلي وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والحمد لله رب العالمين.